السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. هذا اللقاء على الهواء مباشرة، نسعد بكل المتابعين داخل وخارج السودان. وحديث الثلاثاء اليوم الحديث عن واحدة من الإشكاليات التي ظلت تؤرق العالم ولم يجد لها العالم حلا إلى هذه اللحظة، تنشأ هنا وهناك في كل المجتمعات التي توصف المتحضرة ودون ذلك: العنصرية، عقدة اللون، التمييز بين الناس لقبائلهم، لانتماءاتهم الجغرافية، لأشكالهم. طالت حتى الرياضة، ويعرف جمهور الرياضة الأشكال العنصرية التي مورست على لاعبين كانوا من البشرة السوداء. العنصرية ممكن تكون إلى عرق، ممكن تكون إلى قبلية، ممكن تكون إلى جغرافيا معينة. تأذى منها كثير من الناس. إلى الآن نحن عندنا في المحيط الضيق، انك لما تجي تتقدم لفتاة بيسألوك اول حاجة قبيلتك شنو، المحك الاول، المسألة دي من شاء شنو، جاء الاسلام واذاب. كل هذه النعرات ساوى بين يعني اخ بين ابو بكر وبلال وسلمان ويعني صهيب، كل هؤلاء اخ بينهم الاسلام، ولم تكن هناك طبقات بين فئات المجتمع. لما العنصرية ولما هذه الدعوة المنتنة في أمريكا وفي غيرها؟ بحسب الدراسات الهند تحتل المرتبة الأولى وتأتي في يعني بعدها مباشرة إيران وغيرها من الدول. عندنا برضو في محيطنا الإسلام العربي موجودة هذه العنصرية بكثافة. بدنا نتعرف على أشكالها وأسبابها وما هي الإفرازات وكذلك الحلول. نسعد جدا بجمهورنا الكريم من خلال هذه الشاشة لمتابعة هذه الحلقة وكذلك المشاركة من خلال الجسور المختلفة، أرقام الهواتف وصفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة وكذلك رقم الواتس. كل هذه الروابط تظهر أسفل الشاشة. أهلا بالجميع، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي داخل الاستوديو البروفيسور رشيد إسماعيل البيلي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين. مرحبا بك بروف، مساك سعيد. مساء الخير الأخ الكريم يوسف مكي وكل مستمعي ومشاهدي قناة طيبة والتيم العامل في هذه القناة. الله يحييك. العنصرية، حينما نقول هذه الكلمة لو حددناها وضبطناها، ما المعني بها؟ تعريف لهذا المصطلح. العنصرية إذا أردنا أن نعرفها بتعريف مبسط بعد التعريفات التي أنت ذكرت عليها في المقدمة، يمكن أن تكون هو أي انتماء لجنس أو عرق أو قبيلة أو هوية أو حتى لغة أو حتى بشرة، ويأتي بعدها شعور بالاستعلاء. هو أصلا مشكلة العنصرية أنه هذا الشعور يأتي به نوع من الاستعلاء، ونتيجة لهذا الاستعلاء يشعر الفرد الذي ينتمي إلى هذه الفئة سواء كانت قبيلة أو لغة بأنه هو الأفضل دون الآخرين، وتأتي هنا المفارقة بينه وبين الآخرين، وبالتالي نظرته ينظر إلى الآخرين بنوع من الدونية، وأحيانا قد تكون هي واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى كثير من المشكلات، خاصة إذا تجذرت هذه العنصرية وطغى. وأحيانا قد يكون هي نتيجة لهذا الطغيان أو نتيجة لهذا الشعور أن يتحكم في الآخرين وفي تصرفات الآخرين ويميز نفسه عليهم، وبالتالي تبدأ في المفارقات بين أنه هو الأعلى وهم ما دونه هو الأدنى. أهمية الحديث عن هذا الموضوع بروفيسور رشيد؟ حقيقة أهمية هذه العنصرية من الأهمية بمكان، خاصة الآن في مجتمعنا السوداني الصغير وفي مجتمعاتنا العالمية، ويمكن هي قديمة قدم الإنسان، لأنه الإسلام أول ما جاء الله سبحانه وتعالى يذكر في كثير من الآيات أنه ينبث هذه الأشياء والسنة النبوية، وخير دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو المعيار، إنه هذا الاختلاف سواء كان في اللغة أو اختلاف في اللون، اختلاف في السحنات، اختلاف في القبائل، القصد منها هي أن تكون عنصر تقوية لا أن يكون عنصر هدام. وبالتالي هذه العنصرية الآن بدأت تظهر، عنصرية تجاه الجنس، ما يسمى الآن بالجندر، ما يسمى حتى الآن عنصرية في الجنس بدأت تؤثر حتى على كثير من قيم الدين. يعني اليوم تطالعنا كثير من الصحف بالمساواة بين المرأة والرجل حتى في الميراث، يعني هناك نصوص شرعية. الآن العنصرية بدأت
يعني كثير من مشكلاتنا الآن الداخلية في السودان هي نتيجة للعنصرية. زي ما أنت تفضلت الآن، التكوين الأساسي للمجتمع هو يبدأ من الأسرة. الآن واحدة من الإشكالات الكبيرة فيه العنصرية، يعني إذا تريد أن تتقدم لفتاة أو أراد فتاة أن تتقدم لفتاة، أول ما يسألوك من أتو قبيلة ومن أتو جنس ومن أتو فئة وإلى أي فئات تنتمي. بل أحيانا الآن خلينا نكون واضحين أخي يوسف، بدأت تؤثر هذه العنصرية حتى على اللون بتاع البشرة بتاعتنا. صحيح. شباب وشابات بقينا ما راضين لهذا اللون الأسمر اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه البشرة السمراء، كل واحدة لونه أبيض. ومعروف أنه سابقا واحدة من أشكال العنصرية هي طغيان اللون الأبيض، وكانوا يعتبروا أنه هم شعب الله المختار من خلال هذا اللون، لا ليس انتماء لدين أو لهذا، وإنما للون فقط. وبالتالي الآن واحدة من الأشياء المهمة جدا، خاصة في ظل أصبح العالم غرية صغيرة، في ظل الحروبات والنزاعات اللي بدأت يتم من خلال تسليط هذه العنصرية لتحقيق غايات، من الأهمية بمكان أن نتحدث عن العنصرية ونفرد لها مساحة، ويجب أن ننبذها وأن نحاربها بكل أنواع الوسائل وما يتاح للإنسان، أنه نوضح للآخرين أن هذه العنصرية هي واحدة من الأشياء المنبوذة للدين الإسلامي، وهو خير الأديان. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما تفضلت وذكرت، أول ما بدأ يؤاخي بين كثير من القبائل، بدأ يؤاخي بين حتى الصحابة من خلال المهاجرين والأنصار. صحيح. وكان ذلك أن تزوب هذه الفوارق الطبقية الغير موجودة، وأصلا هي ليست أصل من أصول، لأنه كلنا لآدم وآدم من تراب. ده ممكن يكون حل لهذه العقدة. لكن يا بروف البيلي، ربما يتساءل الكثير عن منشأ هذه العنصرية، من أين نبعت فكرتها، وفي أي عصر من العصور حتى كانت؟ حقيقة هي منشأ قديم. وبداية بدأت هذه العنصرية يمكن حتى في الجانب بتاع هابيل وقابيل، كان فيها نوع من العنصرية، من كان نوع خافي كما يتحدث بعض العلماء، يعني لماذا قبل من هذا ولم يقبل مني. وبالتالي هي شكل من أشكال العنصرية، بدأت هذه التفرقة. لماذا يعني هذا تقرب بغربان وهذا تقرب بغربان ولم يقبل من هذا وقبل من هذا؟ وبالتالي كان سبب هذا عدم الرضا، لأنه أصلا العنصرية هي عدم رضا، عدم رضا لوضعك، عدم رضا للونك، عدم رضا حتى الآن الناس بيتكلموا عن عنصرية في التعليم، يعني فئة تتعنصر إلى فئة حتى المتعلمين. لذلك أخذت أشكال، لذلك هي منشأ تكوين الإنسان. حتى لو جينا رجعنا هناك، قال في لما تحاور الجن أو إبليس، خلقته من نار وخلقته من طين وخلقتني من نار، يبقى هنا شكل من أشكال العنصرية، إنه تعنصر لأنه النار هي أفضل من الطين، وهذا مخلوق خلق من الطين. يبقى إذن نجد إنه هذه العنصرية هي منشأ قديم، لكن بدأت تصهر في كثير من الحروبات، يمكن في القرون الوسطى كانت بصورة واضحة جدا، على أسهمت وأسهمت إسهام كبير جدا يعني في تجذر هذه الحروب. وكذلك بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان فيها شكل من أشكال العنصرية بطريقة كبيرة جدا، ومسألة الاسترقاق اللي حصلت حتى في إفريقيا وغيرها من البلدان. يس، الاسترقاق اللي الأول استعباد من نتيجة للاستعمار، وكان هنالك استعمار يسترق الآخرين، وينظر العنصر الأبيض بأنه هؤلاء السود هم عبيد، وهم خلقوا من أجل خدمة، وربنا سبحانه وتعالى سخرهم من أجل خدمة الآخر، وكانت بشكل واضح جدا. ودي يمكن الحتة اللي جابت العقدة بين الشعوب السوداء أو ذات السحنة السوداء، تشعر بأنها هي شعوب مضطهدة وهي أقل من الآخرين. ودي نظرة أفتكر هي نظرة استعمارية. صحيح. وتجزلت فينا، وللأسف نحن السود قبلنا ذلك وأصبحنا نشعر بهذه الدنيا، وأصبحنا دائما نمجد الآخر ونمجد الأبيض. حتى الآن يعني الآن إذا جاءنا خواجة لونه أبيض وعيونه خضر، خلاص نفتكر إنه هو يملك ما يملك، ونشعر بالأقلية والدونية تجاه هذا الأبيض، على الرغم إنه ما في فرق، قد يكون هو أقل منك علما وأقل منك شأنا وأقل منك في كثير من الأشياء. ودي خلتنا نقول إن والله يا أخي واحدة من إشكالاتنا أخي يوسف الانهزام الداخلي عند الإنسان. دائما نحن أمي نفتكر إنه البيض هم الأفضل، البيض هم اللي يبتكرون لنا كثير من الأشياء.
على الرغم من إذا جينا نظرنا إلى ديننا نجد الدين الإسلامي أعلى من كثير من قيم السود. يعني سيدنا بلال بن رباح صحيح، هذا الأسود العبد الحبشي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كرمه. صحيح. سيدنا أبو هريرة، يعني كان كثير من الصحابة لو جينا نظرنا لهم ارتفعوا حقيقة بقيمة الدين الإسلامي وباعتناقه للدين. نعم. طيب بروف، إن شاء الله سنأتي ونكمل في هذه الجزئية، لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام من ثم نعود لنواصل هذه الحلقة، خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حبابكم عشرة في حياة طيبة، والحديث عن العنصرية. خلينا نكون صريحين يا جماعة، جدا جدا يعني نحن شفت لما تجي حكاية العنصرية دي مرات حتى الدين بينزل، يعني تلقى زول متدين وأي حاجة المحك بتاع إنه يا أخي أنت من القبيلة الفلانية ولا الحتة الفلانية، خلاص حتى الدين بنخطه على جنب وبنشتغل بالعنصرية حقتنا. بروف البيلي حبابك عشرة، تكلمنا عن منشأة وأنت ذكرت يعني قلت أن هي قديمة بقدمة يعني حياة الإنسان على الأرض، وقلنا برضو كذلك الحرب العالمية الأولى والثانية ومسألة الاسترقاق والاستعباد اللي حصل من الدول الغربية للشعوب الإفريقية على وجه الخصوص، برضو واحدة من العوامل. أنا أريد أن أنفذ الجزئية التي تكلمنا عنها قبل قليل، مسألة أنه يا أخي بتنتفي حتى كثير من القيم اللي عندنا إحنا وجاء الإسلام وضعه. خلينا نعلق عليها لكن بعد ما نشوف رأي الجمهور بروف البيلي إن شاء الله من خلال هذه الاستطلاعات. مشاهدينا الكرام نتابع من ثم نعود لنواصل هذه الحلقة ونجيب على هذا التساؤل، خليكم معنا. حياة طيبة العنصرية ضارة بكل شكل، ضارة لأن هي سبب بتاع تفرقة بين الناس. في النهاية المحك الأساسي هو التقوى، الناس إذا بقى التقوى تاني بعد ذاك العنصرية أصلا ما هلها لا لون لا جنس لا قبيلة، في النهاية حاجة واحدة أصلا حاجة منبوذة وحاجة شينة، ما مفروض تكون في مجتمعنا ونحن مفروض نحاربها، والناس تكون واعية مثلا بدوره في إنه مثلا تحارب العنصرية وتقلل العنصرية، لأننا كنا إخوان في الدين وإخوان مسلمين وخيركم، يعني لا فرق بين هاي الكلام دار أقول هو لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. سيئة جدا لأنه فيها يعني تفرقة كثيرة بين الناس، يعني مثلا تقف بلاد برا يعني فرقوا بين الزول الأبيض والزول الأسمر، يعني في فرق كثير شديد، يعني في بجد حاجة مضرة، يعني في ناس بجد بتضرروا منها. فهي أصلا يعني حاجة كعبة، يعني المؤمنون أخوة يعني، والناس لازم تتعامل معي فيها. العنصرية طبعا عندها مضار كثيرة جدا جدا، أهم حاجة أنه الإسلام ذاته نهى عنها، وأصلا هو لا فرق إن أبيض أو أسود إلا بالتقوى، طبعا ده حديث معروف بالنسبة لنا. فالعنصرية المشكلة الأساسية فيها إنها بتفرق النسيج الاجتماعي، تعمل خلل في التركيبة بتاعت المجتمع، بتعمل إشكاليات كثيرة جدا في المجتمع، مع إنه الإسلام ده أول شيء منها عنه. حاليا الناس لسه عندها انتماء للقبيلة وللون وللشكل، ودي طبعا مشكلة كبيرة في مجتمعنا، لازم الناس تبدأ تتخلص منها. حياة طيبة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حياة طيبة والحديث على العنصرية. تابعنا رأي الشارع، الناس آراء كلها اتفقت أن المسألة دي مفترض فلوس طب تقيف. بروف تعليق على هذا حقيقة، يمكن كل الذين تم استطلاعهم رفضوا هذا المسمى وهذه العنصرية، لأن هي أصلا بداية أو شر لفتنة كبيرة وبداية لمشكلات كبيرة جدا، وقد تكون مشكلات اجتماعية. حقيقة أتفق معهم تماما، يمكن ما في أي زول وافق إنه هذه العنصرية فيها حتى مثقال ذرة من الشيء الإيجابي، وإنما هي كلها مسائل سلبية. شفنا الإسلام بروف البيري وجاء وعالج، يعني كانت موجودة في الجاهلية، وكانت هناك طبقات في المجتمع، الطبقة الأولى والطبقة بتاعت الموالي والطبقة بتاعت العبيد، هذه موجودة في المجتمع الجاهلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج بهؤلاء القوم إلى أن ذابت هذه العنصرية، وحتى يعني الفروقات أصبحت فروقات في الدين، ما فروقات في الشكل ولا في القبيلة ولا الجهة. نعم، حقيقة يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة الذي يجب أن نقتدي به، ويمكن عالج هذه العنصرية بصورة إيجابية كبيرة جدا، بل جعل من التنوع اللي موجود تنوع إيجابي. يعني لما نتحدث عن سلمان الفارسي، لما يتحدث عن بلال، لما يتحدث عن أبو هريرة، لما يتحدث عن أبو ذر، كلهم آخى بينهم، بل كثير من الصحابة
ترك زوجته للآخر أو تنازل عن زوجته للآخر. وكل واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما تقرأ في السيرة تجد عنده مكانة خاصة صحيح بينهم. ويمكن كانت واضحة جدا سيدنا أبو ذر على ما أعتقد عندما قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء. نعم. صلى الله عليه وسلم زجره وما جامله وما قال إنه والله يا أخي كذا، بل اعتذر سيدنا أبو ذر لسيدنا بلال. صحيح. يعني شوف حتى الكلمة بتاع سيدنا بلال وسيدنا أبو ذر هي نفسها جعلوا في مقام واحد. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يكرمه، حتى الجارية كان إذا مسكت بيده لا يفك يده منها، ودي كلها دلالة على أنه آخى بين كل هذه القبائل وجعل منها جانب إيجابي. وهنا خلينا ننفذ نقول نحن أحيانا نساهم ببعض الأشياء، نشعر أو ندري أو لا ندري بتجزير هذه العنصرية. صحيح. يعني كلمة قبيلتك الآن، حتى الآن في كثير من وسائقنا القبيلة يمكن في وقت من الأوقات كانت لتصنيف بالضبط لضبط، لكن الآن بمجرد ما تقول القبيلة طوال تأخذ المنحى العنصري. صحيح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا يتعامل مع الألوان والأشكال والقبائل، وإنما يتعامل مع الدين، تعامل دين ويكرم الشخص بالدين. لذلك حتى في قيادة الجيوش ما كان يفرق بين هذا قرشي وهذا من المدينة أو هذا من كذا وهذا من كذا، حتى في على مستوى القيادات كلهم كانوا يعني في مستوى واحد، لذلك لم يشعر أحد من الصحابة بالدونية أصلا. صحيح. يعني حتى في قصة أبو ذر وبلال رضي الله عنهم، يعني كان يعني الرد حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه زجر وتوبيخ لأبو ذر لذرجة عالية، قال له يا أبو ذر إنك امرئ فيك جاهلية، والجاهلية بسوءات الكثيرة. بالضبط كده. لذلك هزت أبو ذر يعني وجعلته يعني أبو ذر مكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة سامغة وعالية، لكن نعم. هذا طوال نزول إلى أن هذا لا يتنافى تماما مع الدين ويتعارض مع الدين. سبحان الله. شوف هذا يعني العلاج الطيب إلى أن ذابت هذه العنصرية تماما. بروف البيلي، يعني ما الذي الآن يجعل بعض القناعات يعني تتزعزع عندنا إحنا كمجتمع سوداني لدرجة أنه أولادنا وبناتنا، يعني الأولاد دي شوية كده خفيفة، لكن بناتنا بدرجة كبيرة نحن نستخدم كريمات ممنوعة ومحرمة دوليا وضارة بصحة الإنسان، تؤدي إلى سرطانات. يعني زول لونه بشرتنا سمراء ما قبل لنا يا بروف. والله يا أخي يوسف أنا أفتكر هنا حق نبدأ أول حاجة بالإعلام. نعم. يعني الآن على مستوى الدعايات اللي موجودة ما في دعاية بتجيب فتاة لونها أسمر، كلنا بنفضل اللون الأبيض. وبالتالي أنا أفتكر بنات أين الرقابة يا أبو رف، لكن أين الدولة من هذا؟ يعني هي طبعا دي إشكالية، ودي يعني مسألة عالمية. يعني الآن نادر ما تلقى لك إعلان للفتاة لونها أسمر أو لونها أسود. حتى الآن سبحان الله أهل الفن عندنا المقنين حتى الأولاد مشوا في نفس الاتجاه، كله لونه بقى أبيض، بياخذوا حقن وغيره وياخذوا حقن. طيب. ودي مسألة المجتمع حقه ينبذها ويرفضها. صحيح. لين دائما نفتكر أنه الأبيض هو الأفضل والأبيض هو الأجمل، بالعكس أحيانا يعني سواد العين الآن هو الذي يعطي العين الجمال بتاعه. صحيح. يعني تخيل الآن لو لا سواد العين ولا عندك لون ابيض ما عندها اي قيمه، كل شكلك يكون مخيف. يكون مخيف. طيب بروح ناخذ مكالمه ونجي نكمل. مرحبا يا منصور، السلام عليكم. اهلا سيدي، كيف احوالك؟ حبابك، يديك العافيه يا منصور، تفضل. الله يكرم الحلقه، يعني المفروض تكون في زمن اكبر من كذا تتكلم عن العنصريه، يعني برنامج مهم جدا وهام. يعني تسلم يا منصور، يديك العافيه، تفضل. الله يبارك فيك. نعم. تزول يعني العنصريه. ايوه معك يا منصور، سامع منك، تفضل. ايوه تلك والله بدت تقول الحمد لله في السودان، لكن الجزء البسيط المتمسكين ده يعني قد يكون يعني ناس بسيطه، والانسان اللي بيتمسك بالمصري الانسان اساسا عنده نقص يعني في نفسه، وما برجع المساله الدينيه. طيب انا فقدنا منصور. كنت عايز اسالك منصور، حكايه انه احنا ذاتنا في بعض الاحيان قاعدين نساهم فيها بطريقه غير مباشره، يعني حتى احنا في حكايه الزواج بنمشي نفتش على البيت اللون ابيض، يعني مشكله. طيب بروف البي، نرجع لنقطتنا دي، قلت الاعلام كانك دارت يعني تريد ان تشير انه الاعلام ساهم بطريقه غير مباشره او مباشره في مساله انه يا اخي عقده اللون هذه. لأن حقيقه الاعلام واحده من الاشكالات فيه، احيان كثيره جدا انت ما تشاهده يصبح هو جزء من الطريقه بتاعت التفكير بتاعك،
يصبح هو جزء من الثقافة من غير تدري أو لا تدري. والإعلام حقيقة تأثيره كبير جدا ويبقى في الذاكرة. صحيح. وبالتالي الآن أنت أي شكل بتاع دعاية أو إعلان طوال حياة يأتي في ذهنك ذلك اللون الأبيض، اللون المفضل، الشعر الكذا والكذا، وتفتكر أنه هذا شكل من أشكال الجمال. لذلك كل فتاة تسعى لأن تكون لونها أبيض، كان بالطبيعة أو بالأشياء الآن أصبحت ضارة، وهي على قناعة تامة أنه هذه الأشياء مضرة. لكن تفتكر أنه ما في شاب حيخطبها أو ما حيجيها شاب إلا إذا كان لونه أصبح أبيض، وأحيانا يصبح لون أبيض شاذ جدا ومغزز. يبقى دي واحدة من إشكاليات الإعلام. الجانب الثاني الجانب التربوي. يعني الآن زي ما أنت تفضلت وذكرتها، لو دايلين بيت طوال حتقول له والله يا أخي في بيت لونه أبيض في كده، يبقى دي واحدة من الإشكالات. هو نفسه لو كانوا أخوان بنحس إنه والله الأبيض ده هو الأفضل وهو الأجمل. نحن ما عندنا اعتراض على البياض اللي ربنا سبحانه وتعالى خلوه. نعم. لكن كونه نجعل هذا الأبيض هو الأعلى. نعم. دي 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 إشكالية. يعني أصلاً بيقولون اللبن ده مش لونه أبيض. نعم. لو لون الفحم الأسود ده لما نضج اللبن. يا يبقى سلام. هي مسألة تكامل والتمييز. مسألة تكاملية ومسألة تناسبية. مرات والله لون الأسود ده بشوية كده بس بتعزي السمسم. اللمعة بتاعته دي أفضل من اللون الأبيض. مش كده. رفي كريم قال اسمه ناس الحلة تفاجئوا. هذه مشكلة حقيقة يعني. طيب حاليا نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل ونشوف ناس الحلة تفاجئوا بياته شكل. خلونا نمشي ونجرى زين، خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. الحديث اليوم في حياة طيبة عن العنصرية، ما هي الأسباب والإفرازات وكذلك الحلول. ناس الحلة تفاجئوا، وقفنا في النقطة دي قالوا ده كريم اسمه ناس الحلة تفاجئوا، في واحد تاني كمان يا أبو رف اسمه كلنا عرب. للأسف الشديد يعني تتجذر يعني هذه المفاهيم عند يعني أذهان فتياتنا، وانتقلت حتى لبعض الأولاد عند الواحد ما راضي بهذه البشرة السمراء. نعم، وده أفتكر واحدة من الأشياء أنت دار تغير خلقة ربنا سبحانه وتعالى. اللي ربنا قال إن جعلنا الإنسان أو إنا خلقناكم في أحسن التقويم. نعم. وبالتالي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خلقناكم في أحسن التقويم، يجب أن ترضى وتقتنع تماما إنه دي أحسن هيئة ربنا سبحانه وتعالى اختار لك، مش اختار تاني، تختارك الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ترضى بها وتقنع بها. وزي ما بقولوا الشكل أصلا ما قيمة، القيمة الأشياء جوهر. الجوهر. نعم. الداخلية. لذلك الآن من يبحث لفتاة أو يبحث لصديق أو يبحث لأي شخص، أبحث عن معدنه الأصلي الداخله، وهذا هو الذي يبقى. وهذا هو الذي يبقى. طيب نأخذ مكالمة ونجي يا أبو رفل. مرحبا يا عبد الفتاح، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تمام حبابك يا عبد الفتاح؟ تفضل. الموضوع موضوع جميل جدا جدا والله. حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. نعالج كيف يا عبد الفتاح؟ الحلقة 100% والله. نعالج المشكلة بتاعت العنصرية دي كيف؟ المشكلة بتاعت العنصرية وبالسنة بالقرآن بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال دعوها فإنها نتنا. نعم صحيح. يعني لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. بالتأكيد. نعم. يعني فعلا الشباب بدوا يميلوا لشنو؟ للبياض. طيب حكاية بنات المراضين بلونه رأيك فيها شنو يا عبد الفتاح؟ والله الخضرة ما أحلى من الخضرة. مش كده؟ أحلى حاجة الخضرة. اللون الأخضر. يا سلام. لكن يا عبد الفتاح كده نكون صادقين شوية، الواحد لما يجي يفتش عن دار الزواج مش بيقول داري واحدة كده صفراء ولا بيضة؟ أنا هسي عقدت قبال أيام. أنا عقدت قبال أيام. نعم. يلا المرحة قتي خضراء. يا سلام. قلت لها لو غيرت اللون ده بأي حاجة أنا ما بتزوجك، ما دايري. يا سلام يا سلام. مرحبا عديل، قلت له انت القمة تغير ما داير. يا سلام. وما في اجمل من الطبيعي مش كده؟ اجمل ما في دمائية. شكرا يا عبد الفتاح. شكرا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تحياتي يا عبد الفتاح. معنا وفاق، السلام عليكم يا وفاق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا وفاق، تفضلي. بسم الله يجزاكم عنا خيرا على هذه المواضيع ان شاء الله، جعلها الله فيما زين حسنات المؤمنين ان شاء الله يا رب. تفضلي. تحدثون عن العنصريه، اذا نظرنا اليها نقول هي حاله نفسيه تحصل الانسان شخصيا ثم تظهر في سلوكه وفي مخالقاته للاخرين ومن حوله، ينظر اليه نظره عكسيه لا تليق بهم.
لأن حقيقة كثير من الناس العنصرية هي مرفوضة صراحة، إذا نظرنا إليها نظرة حقيقية ليست من أصل الدين. بغض النظر عن الاختلاف كما يقول ينظرون من ناحية القبيلة أو ناحية اللون، هذا من عند الله سبحانه وتعالى الناس تنظر نظرة دينية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. صحيح. أصلنا واحد وديننا واحد وربنا واحد، لا داعي للعنصرية، لأن العنصرية سلبية هي نتائجها وخيمة، هي لا تعود على الفرد أو المجتمع بخير أبدا. نعم. هي سبب في تفرقة المسلمين. ينبغي الإنسان أن يحطم عقله ويتخذ الله سبحانه وتعالى يكون قدوة حسنة للآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا وفاق الترخير، شكرا جزيلا. بروف البيلي عبد الفتاح نموذج حي في حكاية زواجه، وأخوتنا وفاق جزاه الله خير، يعني ممكن أدتنا ملخص جميل. نعم، أول حي نبارك لأخونا عبد الفتاح، ويمكن أجمل ما قاله الأخ عبد الفتاح قناعته يا سلام بزوجته اللي هي شريكة حياته واللي سوف يؤسس أسرة على هذا النهج القويم. تفتكر حاجة مهمة جدا، يعني قناعة راسخة، وزي ما قال الخضرة، ودي واحدة من الأشياء الذين سلاسل يسيبنا الحزن، الخضرة والجمال، والجمال ده ليس اللون الأبيض. صحيح. ويمكن حقيقة أتفق تماما مع ما ذكرته الأخت وفاق، وده أفتكر واحدة من الأشياء المهمة جدا، يعني جانب الالتزام بالدين، والدين ما ترك شاردة ولا واردة إلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوها أنها منتنة. نعم. ولا ينظر الله إلى ألوانكم ولا أشكال، وإنما ينظر إلى قلوبكم. يبقى إذن دي كلها هي ما يبقى عند الإنسان، هي من قيم والتقاليد راسخة وأشياء هي التي تنفع، ليس شكلا وليس، لأن الشكل ده ممكن يتغير بمرض، ممكن يتغير، ممكن بعامل السن يتغير، بعوامل البيئة يمكن أن يتغير، لذلك تبقى الأشياء الداخلية. وأتفق تماما مع كل ما ذكروا الإخوان حقيقة، ودي أفتكر أشياء إيجابية يجب أن نطرق عليها وأن نركز عليها حتى نوحد ما بين أمتنا الإسلامية والعربية والسودانية. الحق بنقول واحد من الأسباب يا أبو رف البيلي مسألة الإعلام، وأسهم إسهام كبير في هذه المسألة بتظهير بعض الأشكال كأنه ما في حد غيره، كأنه ده المجتمع السوداني بهذا الشكل، يعني بعض الحمدان نسمي جهة، لكن بعض القنوات كان لها دور كبير في هذه المسألة. نعم، حقيقة دي مسألة سيئة جدا، إنه قناة فقط من يصهر على هذه القناة هو من أصحاب البشرة البيضاء، ده طبعا إشكالية كبيرة جدا، وده فيه دعوة للعنصرية. يعني زي ما الآن كثير من الدول التي تدعو إلى العنصرية ومنها الدولة اليهودية، نحن الآن خلينا نكون واضحين إنه في السودان عندنا قنوات مش لا تفضل، لا يصل عليها أصلا من الذين يتولون هذه القناة، سواء كانوا مذيعين أو مذيعات من اللون الأبيض البشرة البيضاء، كأنما هذه رسالة إنه لا يستطيع شخص ما إلا ذو البشرة البيضاء أن يكون هو وجه إعلامي مشرق. ودي واحدة ممكن يدافعوا ناس القنوات بعض الأحيان قالوا نحن بنجيب حتى البنات اللون أسمر بنديها مثلا شهر شهرين بتقلب لنا هي ذاتها بيضة، ما لين ندعوك ده. ودي إشكالية. الآن إذا جينا نظرنا لحتى القنوات العالمية الآن فيها ذوات البشرة السوداء ومقتنعين تماما، هو الزول البشرة السوداء ده لو لبس قميص أبيض أو لون أبيض لونه بيبقى جميل يا سلام، وبيبقى أنيق وبيبقى أفضل من إنه يكون هو لونه أبيض ولابس أشياء أخرى. دي واحدة من الأشياء مهم جدا، يعني حتى في الجانب الإعلامي، الجانب التربوي بتاعنا نحن في الأسرة بنفضل اللون الأبيض. برضو دي واحدة من الإشكالات. خلينا نقول في المناهج بتاعتنا، يعني لما نجي للرسومات بنرسم دائما كثير من الرسومات، أنا الآن أنظرها ما بنجيب اللون بتاعنا السوداني حتى في مناهجنا وحتى في وسائلنا اللي إشارات نعلم بها الأولاد، نفس نجيب لون أبيض ونجيب فتاة لونها شعرها أشغر، ونحن ما عندنا في السودان شعر أشغر وكله أشياء هي مزيفة، وبالتالي نجعلهم عند التلاميذ، ويبقى التلميذ يرتبط من هو صغير إنه مع هذا بيتنا ترتبط مع البيت ذات الشعر الأشغر، وهكذا. الآن حتى في المناسبات بتاعتنا بدأت تصهر هذه الأشياء، بدأت تصهر هذه الأشياء، ودي كلها راسخة. الأفلام التي نعرضها برضو تفضل ذلك. الكتابات بتاعتنا الآن سواء كان على مستوى الميديا أو السوشيال ميديا عموما، دائما نفضل بعض الأعراق والأجناس،
يمكن في فتره من الفترات كنا نسمي مسميات اهل كده واهل كده واهل كده ونسخر من 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 الطريقه بتاعت كلامهم. عشان كده الان اولادنا وبناتنا ديل اول ما يطلعوا من خارج الحدود السودانيه يغير اللون بتاع طريقه الكلام. دي شكل من اشكال العنصريه. نعم. يعني حتى اللهجه المعينه. الان انت عندما تقابل لك شخص من قبيله معينه ويكون عنده لهجه محليه طوالي مباشره يدلف الى ذلك. صحيح. تشعر انك انت اقل منهن. لذلك احيانا من غير ما نشعر حتى في مجتمعاتنا الكبيره مساله اللهجات المحليه يجب ان ننتبه لها ونتركها، ما تكون هي واحده من الاسباب بتاعت انه الانتماء او كذا او كذا. كذلك الان بقت في الوسائط في قنوات الان قنوات موجهه. التوجه ذاته احيانا قد يكون ضار. صحيح. في انه تسمى هذه القناه سواء كانت او هذه الكتابات لقبيله معينه او لفئه معينه، ودي بتظهر في شكل الان الجروبات، يعني جروب اولاد كذا وجروب القبيله الفلانيه والانتماء الى القبيله الفلانيه. وللاسف احيانا حتى الوظائف الان اللي بتعلن في المؤسسات طوالي نجيرها انه هذه للقبيله الفلانيه وهذه محاصصه للقبيله الفلانيه حتى يعني. نعم. ودي احيانا قد تكون هي علاج لمشكله لكن هي جذور للمشكله. يعني الان لما انت تتكلم الان المنطقتين لما تقول المنطقتين ليه تقول منطقتين في السودان؟ طوالي تجير انه مثلا منطقه النيل الازرق ومنطقه جنوب كردفان مثلا دارفور. يعني ما بنتكلم عن السودان ككل، نتكلم عن منطقه ونجذر للعنصريه ونتكلم عن القبيله. لما هي مثلا الحركات المسلحه تلقى الحركه تضم قبيله معينه وفئه معينه. الان اصبح ما يسمى الهامش او المهمشين، دي كمان نعره من النعرات الجديده في الجانب بتاع العنصريه. فافتكر هي مساله يعني سيئه جدا اذا تركناها. لذلك يجب ان تحاصر. الاعلام يلعب دوره، المؤسسات التعليميه تلعب دورها، ائمه المساجد لهم دور كبير، لهم دور كبير جدا، يجب ان يتكلموا عن مثل هذه الاشياء ويجب ان نطبق ذلك واقعا. نعم. الان حتى في السكن بتاعنا في اذا مسكنا ولايه الخرطوم على سبيل المثال بنلقاها تدعو للعنصريه من خلال بعض التجمعات اللي موجوده. يعني قبيله معينه تسكن في منطقه معينه او منطقه معينه محصوره. دي كلها اشكال من اشكال العنصريه اللي في يوم من الايام حتصبح هي جزر معزولة داخلة، وبالتالي هي تحرك هذه العنصرية. لو ما انتبهنا لها برف البيري بتكون كارثة ان شاء الله. نعم. لا قدر الله. يعني نشوف اخونا مصعب بن كسل. مرحبا بك مصعب. السلام عليكم يا استاذ جديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تحية لك وتحية للبرنامج الناجح يا اخي. الله يبارك فيك، تسلم يا رب. والله الموضوع اليوم موضوع مهم جديد بالمناسبة. نعم. لأنه قال ربنا عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل. نعم. فتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتقاكم نعم. ف والله نحن بالذات يعني هسه اشتغلنا يعني الموضوع ده والله مؤثر معانا بتاثير عجيب شديد جدا. اللي هو موضوع القبليه والجهويه وكذا. وده كله من الجهل يعني، والناس البعد عن الدين. نعم. اصلا الناس ايوه لو اصلا الناس ب 100 القبليه ولا المشاكل ذاتها يعني كثيره جدا يا استاذ. نعم. نسال الله عز وجل ان يعلمنا للناس والناس تعقل وتشوف بينا تمر بينا تمام تتفقه. نعم. شكرا لك مصعب. ربنا يعين الجميع ان شاء الله. اللهم امين، كثر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا مصعب. علو يا بروف، عزل المشكله الى حكايه الجهل اللي موجود عند الناس وعدم التدين، يعني لأن الدين هو الحل الوحيد كان لهذه الإشكالية. نعم. وكلمة جاهلية هي ذاتها تدل على إنه الإنسان يجهل كثير من من صحيح. الأحكام ومن الأشياء القويمة، وبالتالي الدين عامل حاسم. لذلك حتى لا يسخر قوم من قوم وجعلناكم شعوب، دي كلها الدين يدعو لنبذ هذه الفرقة التي تستند إلى أشكال أو إلى عنصريات أو إلى هذه الأشياء. يبقى الدين هو مهم جدا. لذلك أئمة المساجد يلعبوا دور كبير جدا في ذلك. الآن ما يسمى بقادة المجتمع المدني أو زعماء القبائل يجب أيضا أن يلعبوا دور كبير جدا في ذلك. رجالات الإدارات الأهلية أو الحكومات الأهلية، اللجان الشعبية،
كلها يجب أن تتضافر. يعني إذا جيت الآن مثلا للرياضة تلقى الفريق بتاع الرياضة ده منوع لكل قبائل السودان، السودان مصقر. يعني في يوم من أيام المدارس كانت أخي يوسف كانت هي عبارة عن سودان مصقر، تجد في المدرسة الواحدة كل قبائل السودان موجودة سواء كان طلاب ومعلمين. الآن نحن من تنظيم إداري ما يسمى بالولايات، والولايات هي أفتكر فيها شكل من من أشكال الجانب الذي يؤطر إلى هذه العنصرية. يعني لما نقول مثلا الولاية الشمالية أو ولاية البحر الأحمر، يعني الآن تجد السكان هم ليسوا شماليين وليسوا كذا وليسوا كذا. يبقى إذن في هذا الإطار يجب أن يفهم أنه فعلا التقسيم ده مقصود به فقط تقسيم إداري صحيح. وليس تقسيم قبلي ولا عرقي ولا عرقي. وبالتالي نكون تجاوزنا هذه التقسيمات لتسهيل المسألة الإدارية والحكم الراشد الذي فيه الشفافية، فيه عدم الولاء للقبيلة، فيه عدم الانتماء، وفيه عدم المحاباة من المسؤولين والذين يقومون على العمل تجاه هذه القبائل أو هذه الفئات القليلة. نعم بروف البيل على تبقت لنا يعني دقيقتين ونصف. الاستعمار لعب دور كبير نحن في السودان، يعني خلق بؤر في بعض المناطق حتى تكون هي نقطة خلاف. وأزكى يعني مسألة العنصرية حتى قبل يعني انفصال الجنوب المسألة دي كانت موجودة وزرعت منذ القدم، يعني منذ وجود الإنجليز حكاية الشماليين والجنوبيين، والآن بدأت تأتي في 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 أشكال أخرى. حقيقة الاستعمار لعب دور كبير جدا في مسألة الجهل، وجود عدم انتشار التعليم وثقافة التعليم، عدم انتشار الدين الإسلامي الذي يساوي بين المجتمعات. لكن حقه نحن ننتبه الآن، يعني كم من السنوات خرج الاستعمار صحيح. خرج شكلا ولكنه مضمون ما زال موجود، ويجب أن ننتبه لمثل هذه الأشياء وأن نحاربه وأن تتضافر الجهود على كافة المستويات حتى نستطيع أن ننجو من هذه الفتنة ومن هذه القنابل الموقوتة وتتقدم البلاد. يعني الآن واحدة من الأشياء اللي أقعدت بالسودان هذه الحروبات اللي أصلا المنشأ بتاعها منشأ عنصري وليس منشأ لدين وليس منشأ لحكم وليس منشأ ولا ثقافة. يعني الآن لو جيت تتكلم عن التهميش حتلقى السودان كله مهمش ما في منطقة، لكن الإعلام يلعب دور كبير جدا على أنه هذه المناطق مناطق مهمشة لإسكاء روح الفتنة فيها بصورة كبيرة جدا. نعم خلاصة نقول يا بروف البيلي في أقل من دقيقة، خلاصة نقول أنه نص الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بقيمنا الدينية وأن نكون شعوب وقبائل نتعارف فيما بيننا ونعاضد فيما بيننا ونجعل هذه العنصرية لأنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. شكرا جزيلا بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين، كتر خيرك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نواصل إن شاء الله في هذا الملف ونشوف مزيد من الأسباب. حكاية النكات برأيكم مش أسهمت في الحاجة دي؟ كل مرة نحن نسخر من قبيلة أو نضحك على قبيلة أو على جنس أو لهجة بتاعت ناس. نشوف إن شاء الله نناقشها في ملف من ملفات حياة طيبة في يوم من آخر. غدا إن شاء الله مد الله في الأجال سنلتقي في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.